في نقاط أخرى اقتربنا كثيرا من السياج من خط وقف إطلاق النار، وشهدنا بالعين المجردة الإرهابيين وهم يطلقون النار على قوات جيشنا العربي السوري. هذا الإرهابي ظهره إلى الغرب، إلى المواقع التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ولا تبعد سوى أمطار قليلة، لا تزيد عن 500 متر، ظهره محمي بجيش الاحتلال الإسرائيلي ووجهه إلى الشرق يطلق النار إلى جيش على جيشنا العربي السوري. أستغرب أي خيانة يختزنها هذا الإرهابي حتى يحتمي ويؤمن ظهره بالعدو الإسرائيلي ويطلق النار على جيشنا العربي السوري. أي خيانة يمارسها، أي جريمة يمارسها، إن كان يعلم فهي مصيبة، وإن كان لا يعلم فالمصيبة أكبر. هو يمارس كل أنواع الخيانة، كل أنواع الجريمة. طوال سنوات الاحتلال نحن جماهير الجولان العربي السوري المحتل تحت الاحتلال كنا ننتظر دائما متى سينطلق الرصاص من الداخل السوري إلى صدور العدو الإسرائيلي لتبدأ معركة التحرير. نتفاجأ الآن كيف هذه العصابات عكست المعادلة وقلبت المعادلة وغيرت الاتجاهات بزاوية 180 درجة. بدل أن تطلق النار على العدو الإسرائيلي أصبحت هذه العصابات تحمل السلاح الإسرائيلي وتطلق النار على ووجهتها ورصاصها موجه إلى الشرق. أقول لهذه العصابات المجرمة إن كان ما زال من بينهم هناك ما زال لديهم بقية ضمير وطني، عدونا هنا هو العدو الإسرائيلي، هو الذي يحتل الجولان الجاثم على صدورنا منذ 47 عام. هذا هو العدو، وليس هناك أي رصاص يطلق إلا من الشرق إلى الغرب، من بنادق جيشنا العربي السوري إلى صدور العدو الإسرائيلي. أي رصاص آخر هو رصاص جبان، رصاص غادر، رصاص خائن. وسنحاسب هذه البنادق، وسنحاسب هذه الأيادي، ونحاسب هذه الجماعات المجرمة التي ترتكب هذه الجريمة بأن تبدل العدو وتنقل المعركة من وجهتها إلى الغرب حيث الاحتلال الإسرائيلي، تنقلها إلى الشرق حيث جيشنا العربي السوري. لن نسامح ولن نغفر، وسنحاسب كل من ارتكب جريمة بحق وطننا العربي السوري وبحق جيشنا. نحن هنا في الجولان العربي السوري صامدون في وجه الاحتلال، متمسكون بالأرض، ونقف إلى جانب جيشنا وشعبنا ورئيسنا الرئيس القائد بشار الأسد. وسنبقى نقاتل على معركتين، معركة ضد الإرهاب في الداخل السوري، هذه العصابات التي أصبحت على قريبة منا من خط السياج، ونقاتل ضد العدو الإسرائيلي، وسننتصر في المعركتين بإذن الله.